سرقين بلادنا. نعتبر المجتمع المدني هو اللي في المقدمة في مقاومة الإرهاب، وإحنا الأحزاب وراء المجتمع المدني وراء الشعب وراء المواطنين اللي هما قاعدين في الواجهة الإرهاب هذا اللي استتب في البلاد واستقر، والسبب فيه السبب معناه يرجع إلى التساهل اللي وقع قبل مع الظاهرة التكفيرية ومع الآفة. احنا الشيء اللي نتمناوه وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ينصحوا أكثر بين بينهم وينظفوا الصفوف نتاعهم، وبالخصوص وزارة الداخلية، لأنه ماناش فاهمين علاش يتواصل الإرهاب إلى حد الآن، وكذلك الإسراع بسن قانون الإرهاب أيضا حتى نقضي على هذه الآفة ونقتلعها من أرضنا نهائيا. أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء أوفياء لدماء الشهداء. دونك الغريبة كوني عم نعمل في رمضان زاد أنا لهنا، الغريبة والمشكلة الكبيرة كانوا عم نعمل في رمضان نهار 28 جويلية وقت ذبحوا الجنود، زاد جينا لهنا وهزينا دربوات وشعلنا شمع وبكينا وتحرقنا وتشوينا وصورنا كونك هاو فات الحكاية. ولو أني أنا نهارين قبل رمضان قلت لنا ما نسيناش شنو اللي صار، سنة بداو على بكري عم نعمل هكا خلونا دهدهونا شوية معناتها أول رمضان عندنا سلامات، بداو باغتيال الحاج إبراهيم نهار 25 جويلية كملوها بالذبح الجنود. علاش باش تقول اللي روح التونسي عزيزة حتى كان نكونوا 10 حتى كان نكونوا 100 حتى كان نكونوا 1000، علاش باش تقول الوطن هذايا أكبر من الموت، باش تقول العلم الأحمر في لون الدم. دونك ما فما حتى شيء ينجم يخلينا نوخروا على مشروع تونس الحرة، تونس الديمقراطية، تونس العاصية، تونس المتمردة، تونس الشابة، تونس السافرة. تونس تونس حرة حرة والإرهاب على برة، تونس تونس حرة حرة والإرهاب على برة، تونس تونس حرة حرة والإرهاب على برة. جينا اليوم معناتها نحن دي جون سمعنا بالوقفة هذه في فيسبوك وفي برشا معناتها دي ريزو سوسيال تنديد بال مش باللي صار البارح هكا، هو اللي صار البارح فاصل معناتها من فصول الارهاب في تونس عنده مده اللي كان معناتها موجود في تونس ومازال معناتها نتصوروا فما عمليات اخرى قادمه معناتها القدام، واحنا جينا باش نوصلوا ميساج للشعب التونسي كل كل معناتها الايديولوجيات نتاعو تقريبا هو ضد ضد الشيء هذا اللي حاصل ولازمها وقفه معناتها من العباد الكل باش توعي اكثر من الحل الامني، نتصور معناتها الحل الامني ماهوش معناتها باش يحل المشكله.